مرحبا بكم في صحة ماج. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال، وإذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا وشنو هي فوائد البرنامج اليومي للطفل. في رأيكم كي تعودوا الطفل على برنامج يومي لازم يكون دخلها الطفل للمدرسة؟ هالشي خطأ. أول برنامج يومي للطفل يبدأ من سن 3 سنوات وما يشترطش تستناو حتى يدخل المدرسة. الأطفال معروفين بكثرة الحركة تاعهم ومن الصعب تقييدهم ولا إلزامهم بنظام معين، على الرغم أن تحديد برنامج يومي للطفل يحافظ على الجسم الصحي وعقل سليم. وضع برنامج يومي للطفل عنده عدة فوائد، حيث يمنح الطفل ثقة في نفسه، يحس روحه في أمان، القدرة على التحكم في الحياة تاعه، ويتعلم التنظيم والتخطيط المسبق، وهذا نقاط رايحين يعاونوه بزاف كي يكبر. البرنامج اليومي للطفل يشمل تحديد أوقات النوم، الاستيقاظ، اللعب والدراسة، ويتم تحديده على فترة أسبوعية ويتغير كل أسبوع عدا أوقات النوم وأوقات الاستيقاظ وكذا أوقات تناول الطعام. باش ديروا برنامج يومي لوليدكم لازم ترتبوا الأولويات كل طفل وحده، خاصة تفرقوا بين طفل وطفلة. عدم تشدد في وضع البرنامج على خاطر هذا يقدر يسبب نتيجة عكسية، ومشاركة الطفل في تحديد أهداف البرنامج باش هكذا راح يلتزم بها ويتحمس ويحققها. استخدموا الرسومات والألوان في تصميم الجدول ومراعاة سن الطفل وتحديد الروتين الخاص بكل مرحلة عمرية. مثال بسيط على برنامج فترة صباحية، نوضو طفل الصباح على الساعة 8 صباح، الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، ترتيب السرير، تناول فطور صباح، القيام بنشاط الرسم أو الكتابة، مشاهدة أفلام كرتون ولا ديسانيمي، ثم الغداء. إن شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعودوا تشوفوا صحة ماكس على انترنت، فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، قبل على خير.